بالفعل نتواجد بشقيق تحديدا في جازان، حيث تم استهداف هذه المنشأة التي هي في خلف الآن بصواريخ كروز إيرانية يوم الأمس، حيث استهدفت هذه الصواريخ هذه المنشأة بالإضافة إلى منشأة أخرى بالقرب من هذا المكان، تحديدا 4 كيلو من هذا المكان، هي محطة تحلية المياه التي تغذي جازان بالمياه. ما لاحظناه محمد عند وصولنا إلى هذا الموقع هو أن المنشأة تعمل بشكل طبيعي بحسب الاحتراق الذي يتم بالخلف، وهو احتراق ناجم عن تكرير المنتجات البترولية، فبالتالي العملية تتم بشكل طبيعي والإنتاج يتم بشكل طبيعي بحسب ما ذكرت البيانات الرسمية الصادرة من وزارة الطاقة بأن هذه المحطة لم تتأثر بهذا الهجوم، إنما كان هنالك حرائق بسيطة تم التعامل معها واستمرت عملية الإنتاج بشكل طبيعي. أيضا محطة تحلية المياه التي تقع بالقرب من هذا المكان لم تتأثر بشكل كبير، حيث عملت بشكل طبيعي وتعاملت مع الأضرار المحدودة التي نجمت عن هذا الهجوم. الهجوم لم يكن يستهدف فقط منطقة جازان، إنما مناطق حيوية أخرى، محطة كهرباء في خميس مشيط، أيضا في الطائف كان هنالك محاولة للهجوم، ولكن هنالك كمية من الاعتراضات خففت من الأضرار وأحبطت العديد من الهجمات التي كانت تستهدف مناطق مدنية وحيوية ومناطق منشآت نفطية، تستهدف خلالها ميليشيات الحوثي الإيقاع بأكبر قدر ممكن من المدنيين، وكذلك بالإيقاع بالمنشآت الحيوية. ولكن هذه الاعتراضات محمد كانت اعترضتها الدفاعات الجوية، وكانت يعني بسببها لم تكن هنالك أضرار كبيرة، إنما أضرار محدودة تم التعامل معها، بخلاف منطقة في ينبع حيث المنشأة النفطية هنالك تابعة لإحدى الشركات تم استهدافها وانخفض الإنتاج بحسب البيان الرسمي الصادر من وزارة الطاقة يوم الأمس، ولكن تم التعامل مع هذا الانخفاض بالاستفادة من المخزون في تلك المنطقة وتحديدا في ينبع في إحدى الشركات المستهدفة وهي شركة تابعة لأرامكو، ولكن لم يكن هنالك أيضا تأثير على الإنتاج النفطي، وتم التعويض من المخزون النفطي لديها، فبالتالي لم يكن هناك أي تأثير على الإنتاج النفطي بشكل عام، وتم التعامل مع الهجوم ومع تأثيراته التي سببت حرائق وتعامل معها بشكل سريع. محمد، طيب، هذه الاستهدافات المحدودة التي كما تقول لم تؤثر على إمدادات الطاقة في تلك المناطق، هل لها أي نتائج أخرى غير النتائج المادية؟ أقصد هل هناك أي إصابات سواء في صفوف العاملين في تلك المحطات أو في المناطق المدنية المجاورة لها؟ في الحقيقة محمد، ميليشيات الحوثي تعمد عند كل هجوم على استهداف المناطق الحيوية والمنشآت الحساسة، وكذلك الإيقاع بأكبر قدر ممكن من المدنيين، إلا أن الاعتراضات التي حدثت يوم الأمس جعلت من النتائج أو الخسائر البشرية لا تذكر، حيث لم يتم ذكر أي خسائر بشرية في هذه الهجوم، على الرغم من أن كمية الهجوم كان كبير، تحدث عن 6 طائرات تم اعتراضها بالإضافة إلى بعض الصواريخ، وإضافة إلى صواريخ كروز التي استهدفت هذه المنشأة التي تتواجد بالقرب منها، ولكن لم يكن هنالك خسائر بشرية، تم التعامل مع كافة الأضرار التي نجمت عن هذا الهجوم، وتحدث عن أن هذه الاعتراضات خففت كثيرا من هذه الأضرار، ولم يكن هنالك خسائر كبيرة، على عكس ما تريد وتنتهج ميليشيات الحوثي من هذه الاستهدافات والإيقاع بأكبر عدد ممكن من المدنيين. محمد.